اخوان السلام عليكم. اليوم اليوم ان شاء الله تعالى جاتكم واحد التطبيق واعر اللي عنده جوج ديال التليفونات وتيخلي واحد غا في الدار وخايف على شي حاجه اللي تسرق ليه في الدار. صراحه هاد التليفون جوج تليفونات قضيه زوينه. هاد التطبيق هذا تطبيق مجهد بزاف وواعر صراحه. هاد التطبيق هذا هو هذا، يعني نمشيو للبلاي ستور هكذا، التطبيق هو هذا سميتو الف خيد هوم سيكيورتي. نفتح التطبيق ونحمل التطبيق على يعني الهاتف الاخر ونفتح التطبيق، اذا الى اخره نضع يعني لوتيزاسيون والجيميل اللي خصنا نديرو في التطبيق هو اللي خصو يكون في التطبيق. اذا نفتح التطبيق غادي نوريكم الميزه وغادي تشوفوا صراحه داكشي عجيب. اذا تم يعني قراءه الهواتف مع بعضها البعض. اذا التليفونات كيف ما تشوفوا هذا عليه الجيميل، يعني التطبيق نفس الجيميل اللي كاين في التليفون، وهذا حتى هو فيه نفس الجيميل يعني اللي كاين في التليفون. اذا شوفوا غادي نهزوا التليفون هذا غادي نبداو نقلبوا، وكذلك الكاميرا تنشوفوا اي حاجه كاينه، يعني اي حاجه مقوده الكاميرا ديال هذا التليفون هذا الاخر اللي مكونيكتي مع التليفون هذا فيتم مشاهدته على هذا الهاتف كما ترون. يعني هكذا وممكن نرى يعني عده محلات، نرى الخارج، يعني فين ما دورت التطبيق هو يشاهد هكذا كما كتشوفوا. انظروا جيدا، يعني صراحة ميزة خطيرة خوال الدينة. هو الآن مقود مع البي سي أو لا مع لاسوري، يعني أمر عجيب. ممكن تخلي مثلا هاد التليفون هذا غير في الدار، هذا هو عندك هزو معاك، وأي حاجة مقودة مع التليفون هذا راك تشوف فيها هكذا، يعني واخا يكون التليفون طافي ها هو طافي، ومع ذلك لازالت الميزة شغالة. هو يورينا الخارج ها هو طافي التليفون، ومع ذلك انتم كيما كتشوفوا دورنا على التليفون الاخر هو تصور وتصور كارتونا، يعني اي حاجه تقود معها اي حاجه تقودت مع الكاميرا راه يصور التليفون طافي. اذا هذا تطبيق واعر اللي بغى يحمله على جوج هواتف اللي عنده، وتطبيق جد ممتاز. والسلام عليكم.